انت محترف اتفرج على الفيديو ده، يمكن تكون فيه معلومة واقعة منك. ولو انت مبتدئ فاحب اقول لك رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، اهلا بكم في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم. والنهاردة باذن الله هنتعرف ازاي نقدر ان احنا نركب كارت الشاشة بدون اي مخاطر من غير اي تأخير. هندخل في الحلقة. يا شباب اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شايفين اهو دي الكيسه بتاعتنا. اول حاجه بنعملها ان احنا بنسمي الله كده اهو عشان ربنا يبارك لنا، ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد حسنات واحنا في رمضان. بعد كده بتلاقي في ظهر الكيسه بتاعتك من تحت في الادراج دي، تمام. تعالى عند اي درج، بس اهم حاجه يكون الدرج مواكب للسوكت بتاع كارت الشاشه عندك. فبتيجي تعمل كده اهو، تمام. مثلا فنفترض مثلا ان ده السوكت بتاعك، وتقوم جاي دايس عليه كده، بس تخلي بالك عشان ايدك ما تتعورش، وبتفتحه بالمنظر. بعد كده طبعا بتخلعها من الكيسة عندك. كل اللي بنحتاجه يا شباب هو السوكت ده، خد بالك لان السوكت ده وده وده التلاتة دول شبه بعض جدا، ولكن بتاع كارت الشاشة اللي بيميزه هو ان بيبقى فيه حاجة عاملة شبه الريشة هنا، وطبعا بتفصل الكهرباء نهائيا من العمومي عن البي سي بتاعك او الكمبيوتر بتاعك. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا شايفين اهو يا شباب، بنجيب الكارت بتاعنا، بنلاقي فيه شروط ذهبي كده وسنون ذهبي، تمام. دي بتبقى على الشمال ودي بتبقى ناحيه اليمين، اوعى تشقلب الكارت تخلي دي شمال ودول اليمين. طيب يا شباب، اول حاجه ان احنا بنفضي مساحه على حسب الكارت بتاعنا. يعني لو الكارت بتاعك مثلا من اول البورده هنا لغايه اخرها، فحاول ان انت ما يبقاش فيه اسلاك ولا اي حاجه في المكان ده. لو انت الكارت بتاعك كبير، تمام، يعني مثلا لغايه هنا، فابعد الاسلاك دي كلها كده بحيث ان الكارت ما ينامش عليها يقطعها او يبقى فيه مشكله في الكارت بتاعك. نيجي يا شباب عند السموله دي، لو لقيتها مرفوعه بالمنظر ده نزلها عشان ما تسببلكش مشاكل مع الكارت. هي المفروض ان اول ما الكارت ما بينزل هي بتطلع بتقفل على الكارت زي الرامات كده. الناس اللي بتخلع رامات عارفه ان دي بتبقى نازله كده، اول ما الرامات بتيجي بتقوم قافشه في الرامات جامد. هو ان هو طبعا نفس القصه، العصفوره دي المفروض ان هي تبقى نايمه كده بنفس توازي الخط بتاع السوكت. بعد كده تلقائيا اول ما انت بتحط الكارت بتاعك هي بتقفش عليه. هنيجي زي ما احنا ما اتعلمنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بننزل الكارت بالراحه جدا 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 بالراحه اكتر مما تتخيل يعني. وحاول ان انت زي ما قلت تفضيله مكان محترم عشان ما يزولكش وهو بيتحط. بعد ما تحس ان الـ الـ الكارت ركز مكانه، اديله تكه صغيره تكه صغيره، اوعى تتك جامد هتضيع كل فلوسك. بعد ما تديله التكه الصغيره دي زي ما انا ما حطيت له كده اهو، انت كده ركبت الكارت نص تركيبه بس. قدامك دلوقتي اختيارين، لو انت الكارت بتاعك بيحتاج باور خارجي زي الكارت بتاعي، انت المفروض دلوقتي ان انت تدور على السوكت بتاع الباور بتاع الكارت وتركبه في الكارت عندك. بكرر للمره المليون، لو انت الكارت بتاعك ضعيف مثلا ب 100 جنيه او ب 200 جنيه والحوارات دي كلها، مش هيحتاج الباور ده. اول ما انت هتحطه في السوكت بتاعه انت خلاص كده، ده هو بياخد باور من المذر بورد. انت كده اهو ركبت الكارت، ولكن فاضل لك خطوه واحده. زي ما احنا ما شايفين يا شباب اهو، الكروت بتاعه الشاشه بتبقى تقيله قوي على المذر بورد، السوكت ما بيستحملهاش. كل اللي انت بتعمله ان بيبقى فيه فتحات مسامير في الجنب، تكون بسبب اختلاف حجم الكارت مع الكيسه، تلاقي الفتحه بتاعه المسامير مش باينه، الحديده مداريه عليها، فزقها بايدك شويه هتلاقي الفتحه بانت وظروفها مسمار هنا، هتظبط معاك الدنيا. بعد بقى بنوصل المسمار ده يا شباب، زي ما احنا ما شايفين انت كده جاهز بالكامل ان انت توصل الكابل بتاعك اذا كان فيجا او اتش دي ام اي بالكابل بتاعك وتشغل الكارت زي ما انت عايز. شباب زي ما احنا شايفين، تعالوا بقى بعد ما وصلنا الكهرباء نجرب كده اهو. اهو يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما احنا ما شفنا الكارت اشتغل معانا بدون اي مشاكل. بس كده يا شباب، دي كانت نهايه حلقتنا بتاعت النهارده، والحمد لله ركبنا الكارت بكل سلام. وركز بان انت تكون حساس قوي مع الحاجه وانت بتركبها، اي ضغطه غلط تضيع لك الكارت في الزباله. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، يلا بينا بقى عشان نلحق نتسحر. في امان الله.